كي بطلت التحكيم كنت تتوقع روحك تكون مديرة إدارة التحكيم؟ نو جامي. كيف جيت في في مخي مشيت انا عامل كافئة انترنور كنتش نمشي حاجة أخرى اللي هي جي جامي خممت باش نكون مسؤول في التحكيم، كنت نمشي انترنور انا خاطر كنت ريني في السيليكسيون ميليتير وعندي كافئة نتاعي. كيف جاء الدخول الإدارة وقت؟ والله في اكتوبر 2012. اي نعم، سي وديع اتصل بي ساعتها قال لي مش قولك يعني، قال لي يعني حتى بطريقة انا بيدي ماني ما زلت نخدم يعني، قال لي اش قولك تكون معانا في كذا وكذا، قلت له راني مازلت نخدم وفي البريود هذيك مازالوا شهرين ولا ثلاثة شهر، بعد ايش سهل ربي كما قلت لك مكتوب جو سويلا. من اكتوبر 2012 كما قلت لك لليوم الناس الكل تتبدل، كان السيد عوض السرابلسي مدير اداره وتعيين التحكيم موجود، كيفاش تقرا هذا؟ كفاءة السيد عوض السرابلسي محمي طبق التعليمات، اعطينا الصحيح. باش نعطيك الصحيح، اول حاجه انا صاحب صاحبي في الدنيا. انا صاحب صاحبي يعني مانيش غدار، والانسان الكوريكت والخدام ما نتصورش انه مش يجي نهار ويغدر ولا يكون بلغتنا احنا ماهوش في المستوى. مش نعطيك، انا علاقتي بسي وديع الجري عمرنا ما كنا اصحاب، وقبل ما نخدم معاه يظهر لي مره برك، كان يسمع فيا يمكن ينجم، مره برك تكلمنا بتليفون مره برك، لا اصحاب لا يعرفني، يا هو يعرفني يعرف خاطر الكوره وكان ممبر فيديرال، اما ما عندنا حتى علاقه في مين. نطبق التعليمات، اول حاجه شنو التعليمات الموجوده باش نطبقها؟ هو رئيس جامعه كي يحب يعمل حاجه il s'en fout de عواز و غير دابري، انا كان جيت في بقعه رئيس جامعه. البقعه اللي انا فيها صعيبه برشا، خاطر كيلزمك تكون كفء، وانا قلت قبل ما تنجمش تكون كفء، ما تنجمش تخدم مع وديع الجري، تكون بريفونتيف، اذا كان موكش بريفونتيف ما تنجمش تخدم معه، نتعدى، اذا كان ما تحميش اصحابك وتقف معه وسامحني في الكلمه، وقت لازم تغطي عليهم تغطي عليهم، شنو تغطي عليهم يعني؟ ما تكونش قواد، سامحني وديع الجري ما يحبش قواد، لانه اللي يقود لك يقود بيك، وبلغه الرجله يزمك تكون راجل، لأنه البوست يمشي، البوست يمشي، يزمك زادة تحمي الحكام. أنا نغير على التحكيم ونحب الحكام، وتعطيني أكبر رئيس جمعية ولا أكبر من عشكونه، إذا كان مش نجي ضده نجي ضده. إجو كيت ما يقلقنيش، كان عنده بوفوار بشي ناحيني يتفضل. مستقلة دونك إدارة التحكيم في الديسيزيون بتاعها؟ شوف، أحنا محظوظين مش نقولها للمرة الألف أنه معانا الدكتور وديع الجري، علاش؟ اللي نطلبوه ناخذوه، وإذا كان ثم ديفايونس رانا من احنا، احنا متوفرنا كل شيء، نخدمه في أريحية. أنا ما نتذكرش نهار سي وديع جا للإدارة شنو تخدمه ولا شنو تعمل، مش نكونوا واضحين، استقلاليتنا موجودة، واللي يحب يكون في تبعية ولا في واحد، أول حاجة تبعية اللي نحكيه عليها المكتب الجامعي راهو سي لدينا، لدي أنا أصير مكتب الجامعة، إحنا عائلة، إذا كان حاجة تمسه هو تمسنا إحنا، حاجة تمسنا إحنا تمسه هو، تمس مش هو، على شخص 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 أنها في شخص مكتب جامعي، عنا رئيس، ثم يرشي الناس كل تحترم لي، الناس كل تعرف اللي سيد وديع الجري هو الرجل الأقوى في الكرة التونسية معناه، على ذلك الناس كل شايب وديع الجري معناه. إيه أنا ماذا بيا رئيس قوي، ما نحب زاد رئيس بشكوتو، إذا كان تعطيني رئيس بشكوتو وأنا نقول له هكا ويقول لي لا، نحب رئيس قوي. يتدخل في تعيينات سيد وديع الجري كما يقال؟ وحتى كان يتدخل أنا معه. يتدخل معناه؟ حتى لا ما يتدخلش، أما حتى كان يتدخل كيفاش يتدخل؟ وقت تكون ديزينياسيون غالطة ولا مش في بقعتها لازم يتدخل، بعد شكون باش يتسب؟ فما إدارة متاع تعيينات هنا مرمو تعيين، فما فما إدارة كاملة، ثم لجنة كاملة علاش موجودة مالك باش هو باش يتدخل؟ أنا قلت لك عاد، ثم لجنة كاملة وتخدم في أريحية وأمورها مريقلة، لكن أشخاص يغلطوا، ثم أشخاص تغلط،
اللي مبني اللي كل حاجة فيها أناتريما فيها أخطأ. ما لا إذا كان أنت تعمل اللي تحب وأنا رئيس جامعة ما نتدخلش، يظهر لي أنتم ما تعرفوا. إذا كان تدخل رئيس الجامعة علاش تدخل، وإذا كان ما تدخلش يا سيد رئيس الجامعة شبيك ما تدخلش. زاد هو يجب يكون يكون يعرف شنو ثم وشنو ما ثمش.